ردود فعل قوية من جانب فريق اتحاد طنجة وأيضا من جانب حكام البطولة الوطنية. تعليقك على كيف ترد على هذه التعليقات التي أعقبت صيحاتك؟ كنظن بلا أنا ما كنتش معنا في موضوع الأخ رشيد لأن قيل فيه الكثير وهذا كذا مصطنع يعني كان يعني استفزاز لشخصي في بعد نهاية المباراة مع الأسف يعني حصل ما حصل وأنا علاقتي طيبة وستبقى طيبة مع الناس ديال طنجة وجمهور ديال طنجة والحكام اللي كان كلهم كل احترام وتقدير. أنا ما يعني هذاك المقطع يعني كان مفضحك من مع واحد الشخص قطع فيه وداز فيه اللي بغى مو باش يخلق لي مشاكل مع الإخوان ديال طنجة اللي كان كلهم بكل احترام وتقدير. شكرا يوسف.